السلام عليكم، وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا مع مزاج. اليوم جولتنا إن شاء الله رايحين لمنطقة الجابرية، ومنطقة الجابرية معروفة للكل، وأغلبنا يا سكنها يا مر فيها، يا راحق صيدلية، يا راح لي الله ليب الشرح حق مستشفى المبارك أو مستشفى الهادي أو مستشفى من هالمستشفيات الكبيرة اللي موجودة، أو راح لمطاعمها أو لازم نكون نمر فيها. فالجابرية عشان إحنا قاعدين نوثق مناطق محافظة حولي هي واحدة منهم، وين مكانها هي غرب منطقة السالمية وجنوب منطقة حولي وشرق منطقة السرة، وسموها بهذا الاسم نسبة إلى أمير الكويت الرابع الشيخ جابر عبد الله الصباح الله يرحمه. فمنطقة الجابرية اللي الحين راح ندخلها بإذن الله، نقول بسم الله دخلنا الحين منطقة الجابرية. هي منطقة سكنية وتجارية واستثمارية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 12 قطعة. يعني اليوم الفيديو راح تشوفونه طويل، ومع هذا أنا بس قطيت الشوارع الرئيسية، ما دخلت في الجانبية ولا قطيتها كلها، ومع هذا يعني خذ الفيديو مني وقت طويل. فالقطعتين احنا نقول 12 قطعة سكنية، ثنتين منهم استثمارية مقسمينها إلى 4 قطاعات. فمو صغيرة ما شاء الله الجابرية. ففيها وايد أماكن ومساكن للإيجار أو منازل المواطنين اللي ساكنين فيها، فيها وايد بيوت حق سفراء وسفارات والدبلوماسيين والتجار. المهم متنوعة هالمنطقة وكنها كويت مصغرة. وفيها طبعا شكل ما قلت لكم محلات تجارية، فيها مطاعم والمراكز الحكومية مثلها مثل باقي مناطق الكويت اللي قطيناهم، فيها مساجد، فيها جمعيتين واحدة قديمة واحدة جديدة وفروعهم، وفيها مركزين صحيين المستوصف ومركز صحي، يعني واحد حكومي وواحد يكون فرد يعني اللي باني، والمدارس طبعا حكومية وخاصة حدث ولا حرج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها متركزة في منطقة الجابرية. وش كل ما قلت لكم في المنطقة موجود مستشفى مبارك الكبير اللي هو تابع لوزارة الصحة، واحد من أكبر مستشفيات الكويت، وهم بعد مستشفى الهادي هذا خاص يا معالجنا فيه، ورؤيا الحياة هذا خاص، عندنا بنك الدم الكويتي، عندنا مركز العلوم الطبية اللي تابعة جامعة الكويت، وفيها كليات الطبية، كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الطبية المساعدة، كلية الصحة العامة. وفي منطقة الجابرية بعد مقر الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية. الحمام طبعا عشقي وما يخاف، مريت يمهم حيل قريب ما خافوا مني. تشوفون طبعا الوقت هذا، وعشان أوثق لكم متى أنا بديت التصوير الساعة قبل الخمس بشوية الفجر،
يوم 29/7/2024 يوم الاثنين. ف كالعادة نرد نقول لكم الديباجة اللي تعودنا نقولها إن الناس نايمة وما في أحد. في تعبير أنا استخدمته في يوم من الأيام قلت ما في من يقول ربي الله، ودخلت لي واحدة من الأخوات المتابعات وكانت زعلانة ليش تقولين كذي الإسلام وفهمتني غلط طبعا، لأن هذا تعبير وايد كويتي قح استخدموه أمهاتنا الله يرحمهم ويحفظ الحي منهم، اللهم آمين. شنو المقصود فيها؟ ماكو من يقول ربي الله، يعني ماكو حد قاعد عشان يقول لا إله إلا الله، نايمين أو المكان خالي بالمرة، فما في أحد موجود عشان يذكر الله. هذا القصد، مو إن ماكو مسلمين، وهذا وايد انفهمت غلط، فلازم شفت من باب أولى إني أقول هالكلمة عشان لو قلتها مرة ثانية لحد ينطلي ويقول لي بعدم فهم تعليق مو مكانه يعني ولا بمحله. فإحنا نستخدمها، أنا استخدمها لليوم، أقول رحت هالمكان ماكو من يقول ربي الله، هذا القصد. نكمل جولتنا في منطقة الجابرية اللي تابعة لمحافظة حولي في دولة الكويت، ومثل ما أنتم قاعدين تطالعون معاي وتتمشون، منو راكب معاي بالسيارة اليوم؟ حاطين حزام الأمان؟ أوكي، تبون ماي؟ ترى عندي ماي بارد، فبس ماي بدون قطع ليمون ونعناع طازج لبعض الناس ماي سادة. هذا محيط مستشفى مبارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أخذ رقعة كبيرة للمستشفى وملحقاته والجزء مال جامعة الكويت اللي قلت لكم عنه وكلياته، فعشان كذي ما أخذ موقع وايد كبير تبارك الله. يا ما رحنا ويا ما دخلنا المستشفى، يعني أحد الفروع الخاصة اللي موجودة في المنطقة، الناس نايمة وعليهم بالعافية، ومزاج تدور فيها الشوارع بريحاتها، بريحاتها يعني بروحها، يعني لوحدها. أنا لازم أترجم كلامنا لأن بعض ساعات في وايد ما يفهمون شنو قاعد أقول. ما شاء الله عليهم بالعافية، الشوارع نظيفة، وأعتقد شفتوا عمال النظافة المحترمين قاعدين ينظفون لنا الشوارع جزاهم الله خير، ومناطقنا الحمد لله نظيفة. بس ملاحظة صغيرونة، الشوارع الجانبية يبيلها صبة كار كسرت سيارتي، والله يعين اللي ساكنين باللي مريت فيهم، في شوارع مريت فيهم شوية كانوا مزعجين يعني يبي لهم صبة، ما انتبهت عشان أقول، ولكن يعني أخذوا لكم جولة مثلي يا المسؤولين عشان تشوفون وين العطب عشان تصلحونه ويكتمل أناقة هذه المنطقة المشهورة في الكويت اللي أنا أعتبرها كويت مسقرة، لأن فيها كنها كويت ومضغوطة في مكان واحد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من نوعية السكان شنو اللي فيها من محلات من مطاعم من مستشفيات من الخدمات كلها متواجدة في مكان وبقعة واحدة تسمى الجابرية. فبالنسبة حق الجابرية احنا عندنا بعد من طياراتنا أعتقد اسمهم البوينغ، أنا ما أعرف بالأسماء، المهم كان اسمها الجابرية ولنا ذكريات مع الجابرية وأيام الجابرية، ما أبي لا ضيق خلقي ولا ضيق خلقكم بهالمعلومة، إنما التسمية يعني مو بس على المنطقة، ممكن تستعمل على ممتلكات أخرى.
الفيديو اليوم قاعد يهنك معاي، مرة يعطيني سريع ومرة يبطئ. أعتقد تليفوني بدأ يقول لي يا مزاج يلا عاد جدديني، يبي واحد غيري، أنا تعبت هلكت ذبحتيني بهالتصوير. يمكن قاعد يقول كذي بس ما فهمته. لا، قام يسوي لي بأفعال مسكين. أعتقد أن الأوان نشوف لنا تليفون ثاني. اليوم الجو مو حر، يعني كان في نسمة هواء من ابتداء من أمس. أمس الأحد كان في هواء تارس وهو اللي خفف حدة الحرارة عندنا، والشمس حنانيتها خفف شوية الجو، ففي هواء اليوم شوية حليو وما في ذاك الحر المرهق يعني. فالحمد لله هذا لطف رباني، الحمد لله رب العالمين. عجبني المبنى مال البنك الأهلي، وايد مودرن، وأنا قلت لكم وعيد وزيد أقول لكم أحب الألوان تاخذ عيني، فحلوة توليفتهم هذه مالت اللوجو ماله وشلون بانين عليه التصميم. هذا المستوصف الخاص، خلقتني يمه عشان أقول اسمه، يعني باني شخص اي محمود حاجي حيدر اعتقد، جزاه الله خير. هذا كل واحد يتعالج في المستوصف لا اجر فيه. ادم للحين ما طفوا ليتاتهم لان انا جاي الفير. هذا ما انتبهت حق بيت سفير ولا سفارة لا أعلم. المهم لاحظتوا التشجير ولا ما لاحظتوا معاي؟ التشجير مبين أن المنطقة قديمة. إذا في أحد معانا من المتابعين الكرام من سكان هذه المنطقة الأصليين، يليت يقول لي متى بدت أو متى أنشئت هذه المنطقة، يعني كم سنة لها. ليش؟ لأن الشير اللي فيها كبار تبارك الله، يعني مبين عليهم أنه قديمين، فمعناته أن المنطقة قديمة حيل. فاللي يعرف أو عنده معلومة أو يبحث لي ويكتب بالتعليقات يفيدنا، أفادكم الله وجزاكم الله خير، تساعدوني بهالسالفة عشان يكون التوثيق أشمل يعني. لا نزال نتجول في شوارع رئيسية في منطقة الجابرية. لما يجي الواحد يفكر مثلا يسكن في أو يأجر مثل حالاتي في الجابرية، أفكر ألف مرة. دائما تكون التوصية أن لا تسكنوا بالجابرية، زحمة زحمة زحمة، انتوا رايحين حق الزحمة، لا تأجرون هناك. هذا مرتبط، لما نقول الجابرية مرتبط فيها عشان كثرة المدارس اللي فيها والساكنين ما شاء الله كثار بالنسبة حق العمارات وحق البيوت، فيصير فيها زحمة بوقت الدوامات والمدارس. فعشان تروح حق مشوارك، شكل الموضوع اللي تكلمنا عنه المواعيد وكذي، يعني يبيلك تاخذ ساعتين تطلع قبل موعدك عشان تضمن. انا احيي وارفع القبعه للاشخاص اللي يسوون هذه الجداريات، انا شفتها باكثر من منطقه، وايد ناعمه وحلوه وبمكانها. يعني يستقلون محول الكهرباء، منا تجميل ومنا تعريف بالمنطقه. تسلم ايدكم وعساكم على القوة وبرافو. خلوني أصفق لكم. فبرافو علي. أنا أعتقد أنهم دولة شباب صغيرونات، شباب اللي هما بالعشرينات من طقة بناتي. فأحب فيكم النشاط هذا والسنع والوطنية اللي عندكم وتعبكم
رايحين شارين الصبغ والفرش وتداقين درب ورايحين تنقون الموقع وتبدون تنفذون، وأتخيل وناستكم مع بعض. إذا كنت شخص الله يقويك، وإذا كنتوا أشخاص الله يهنيكم وياجركم يجزيكم ربي كل خير يا ربي، ويوفجكم يحفظكم لشبابكم. إذا معاكم شياب كبار بعد أقول لهم جزاكم الله خير على احتوائكم للجيل هذا. فعلا أستانس أنا لما أشوف اللمسات هذه، ما أطالع بس مكتوب اسم المنطقة ولون وأمشي، لا أشوف أبعاده، الناس اللي طلعت وتعبت وما يندرب أي صيف شتاء حر برد، معاهم ماي ما معاهم ماي، معاهم سلم ما معاهم سلم. شوفوا هو صج إنه جانب واحد ولكن يعني الكثير، في قصص كثيرة يعني وراء كلمة الجابرية هذه وقت تنفيذها. معلش اعذروني، أنا أحب أشوف بيوند الموضوع، مو بس أطالع منظر وأمشي. نرد نرفع القبعة لرجل النظافة اللي الناس نائمة وهو بشوارعنا ينظف لنا الشوارع، أقول لهم جزاهم الله خير. وذول أغلبهم من أهل الله، أول ناس يروحون المساجد ويصلون يخافون الله، في ناس وايد منهم يخافون الله. كلمة يخافون الله أنا يعني قصدتها إن في منهم اللي أشوفهم يشتغلون، يعني لا كلا حسيب ولا رقيب فوق راسهم عشان يبينونهم قاعدين يشتغلون، لا قاعدين يشتغلون بذمة بدون وجود مراقب عليهم إلا الله سبحانه وتعالى طبعا. وهذه تقوى عالية يعني في إنه يحلل معاشه وإنه يخاف الله وما يهم أن أحد يطالع ولا ما يطالع. ولا وقف في وايد يوقفون بالشارع الرئيسي ميودين عصاتهم كنا يسوون لنا تحية عشان يبون الربع والدينار. في ناس وايد أنا مريت وشفتهم ما يلتفتون للسيايير، كل همهم إنه ينظفون المكان، زائد إنه ما عليهم رقيب، فبالتالي هذول الواحد يدعي لهم بالخير أمانة. من يومين طقت براسي فكرة، وهذه من زمان أنا كانت تيني بس سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصرفها عن مخي، ولا ودي أنفذها وأسويها. لما أشوف حرارة الشمس بالظهر وأنا طالعة بالمكيف بسيارتي وأشوف الناس اللي تمشي بدون شماسي، أفكر أروح أشتري من الجملة شماسي وبطريقي أوزع صدقة لوجه الله، ومنا أفك شوية من الشمس الحنانية يعني، وما تسوى السالفة يعني، مو قالية إذا خذيتها بالجملة 12 وحدة يمكن تطلع ب 12 دينار يمكن يعني الوحدة بدينار، لكن فيها نفع للمسلمين. وش البشر بالأمانة، أنا ما أتك على سالفة بس المسلمين، يمكن أنتوا تلاحظون إن أنا دائما أقول مسلمين، لكن أمانة أنا أتعامل مع الإنسان كإنسان، مو بس بكل الأديان، وحتى ملحد أنا ماني شغل فيه، وهو بينه وبين الله هذا، إنما أتعامل معه أنا إنه هو إنسان وكائن حي يمشي بهالشمس الحنانية اللي قاعدة تنشف العروق، يحتاج منا وقفة. يمكن في هذا التصرف اللي الواحد يتسويه إنك ترحم بدون مقابل، يعني يقع في قلبه شيء من التساؤل إنه ليش هذول يسوون كذي، شنو هذا الدين اللي يخليهم يروحون السوق ويقطون فلوس ويشترون هذولا ويحطونهم بالسيارة ويدورون بالشوارع ويدورون الناس المحتاجة ويعطونهم، شنو هذا الدين؟ يا هذه الأسئلة اللي لو تمسكون أي أحد دخل في الإسلام حديث يقول لك من المعاملة. أنا شفت معاملة المسلمين ورحمتهم وتكافلهم مع اللي خلاه يقبل هذا الدين، فما تدرون يمكن هذه الشمسية باب واسع لدخولهم الإسلام،
واحد ما يعلم، لكن احنا نتعامل بأخلاقنا ولله الحمد، وشيء مو مكلف. يعني الشمسية ما راح تكلفني 50 دينار، لا والله يمكن بالجملة تطلع بدينار، يعني ولا شيء. فإن شاء الله ادعوا لي إن الله يسهل لي وأقدر أنفذ هذا الشيء يا رب. أذكر لما كنت أوزع ماي بارد في عز الصيف من كم سنة، تسألني واحدة من الجالية الفلبينية وقفت كذي كلفت نفسها، تقول لي أنت ليش قاعدة تسوين كذي؟ ليش طالعة بالحر وبهالشمس وقاعدة توزعين علينا ماي وبلاش؟ ليش؟ قلت لها هذا ديني، ديني يقول كذي وأخلاقي تملي علي كذي. فلوس أبي بس يزله، ما أبي حتى شكرا، ما أبيها، أنا مقتنعة باللي قاعدة أسوي. فخذت ماي ومشت. هذا السؤال هو اللي يقودنا ويعقلتهم يشحذ الهمم بإننا نبذل ونفتش ونشوف شنو الأبواب اللي الواحد يقدر يقدمها في هذا الجو الحار. لما تركب سيارتك أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مكيف بارد يضرب بيهك وعندك ماي بارد، ما تحس باللي واقف ينطر باص ولا اللي قاعد يمشي بدون شمسية وبدون بطل ماي. ممكن ما عنده يعني، أو يفضل بسعر الشمسية أن يدسها حق أهله، خاصة العمال البسطاء. فابذل والله يبدلك خير، لا تخاف. أنت تقط 10 دنانير الله يعطيك 100، فلا تخاف من البذل، لا تخاف، ساعد الناس. هذا ترى يلين القلب، والله يلين القلب ويرطبه ويرزقكم سعادة عجيبة. فأنا استمتعت معاكم في تجوالنا في منطقة الجابرية التابعة لمحافظة حولي في دولة الكويت، وهذه الجمعية الجديدة، هذول العماير اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عامرة بالناس، المحلات، المطاعم، البنوك، العيادات الخاصة، الكوفي شوبات، يو نيم إت، شنو تبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تلقى. المعاهد الصحية ما شاء الله نسيت أقولهم، في كذا معهد صحي رجالي ونسائي معروفين. فالجابرية عامرة وعليهم بالعافية اللي ساكنينها، بس عسى الله يسمح دربهم وييسر أمرهم ويخفف الزحمة اللي تصير عليهم في وقت الدوامات والمدارس. غير كذي الجابرية حلوة وأهلها أحلى، واللي ساكنينها من الناس الزينة عشان لا يزعلون، كل الناس زينة أنا عندي، أفترض حسن الظن في الكل لله الحمد. فلا اللي لا ذكريات في هذه الأماكن يليت فضلا وليس أمرا يكتب لنا في التعليقات، خصوصا اللي طلعوا من الكويت لهم سنوات طوال، أكيد مروا في الجابرية، أكيد دخلوا الجابرية، أكيد شروا من الجابرية، تطببوا بالجابرية، أكلوا في الجابرية. فاللي عنده ذكريات ياليت يكتب لي في التعليقات، أكون شاكرة جدا يعني لكم. أعتقد إحنا شارفنا على انتهاء هذا الفيديو وهذه الجولة الجميلة اليوم، وأتمنى أن تكونون استأنستوا معي، وأقول لكم في أمان الله.